أن المقابلة كما سيكون وقفت كانت مقابلة صعبة ضد واحد الفريق محمد وفريق اللاعبين الممتازين على في الأساسيين وعلى خطة الاحتياط. الفريق كذلك اللي جاء علينا بصراحة فايتنا بزاف من ناحية التركيبة البشرية وكذلك من ناحية الاستقرار، مي أوسي خصوصا من ناحية سوغ لو بلان فيزيك كان عنده بزاف ديال المقابلات يعني في الرجلين ديالو مثلا تنبينا كذلك البداية ديالو كان أفضل من البداية ديالنا، فكان فايتنا على بزاف ديال الأسئلة. ضيف عليها أنه في فارق كبير حتى لرومانيو في البيس عندنا لأن المقابلة لدينا بطريقة كبيرة الشوط الأول جرينا بواحد الذكاء جرينا بواحد الجيم تكتيكي جرينا بواحد حماس كبير والحمد لله جاونا بزاف ديال الفرص اللي كانوا يسجلوا إضافة للشوط الثاني كنا أمامنا في كل الماتش وكان مزرناش في الشوط الثاني. عموما احنا عارفين بأن واحد المقابلة تقاها ديال تجديد احنا بنلقى صعوبات حكم المعطيات اللي تكون أشرط من قبل خصوصا من الناحية البدنية. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.